بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر المتابعين القدام وجداد والناس اللي التحقوا بهذه القناة، تنقول لكم شكرا جزيلا على الدعم ديالكم، ومهما شكرتكم ما غاديش نعطيكم حقكم. تنتمنى لكم الصحة والعافية كاع اللي تدعم هذه القناة. إذا معنا اليوم واحد الوصفة محتاجينها كاملين، محتاجينها لأنها صالحة للإنسان اللي عنده توقف الحال من القرين. كاين الناس اللي عندهم مشاكل من القرين، القرين اللي تزاد معاك، ماشي القرين ديال الحسد والسحر، القرين اللي تزاد معنا في أول خروجك إلى الدنيا معك قرين من الشيطان الرجيم. إذا القرين تسبب بزاف المشاكل، تسبب لك الوسواس، تسبب لك العجز، تسبب لك قلة المواظبة على الصلاة، أو الناس اللي ماشي يشدوش في الصلاة تكون القرين ديالهم ما متروجش متمكن منك، القرين ديالك متمكن منك، ما تخليك لا تصلي، ما يخليكش أنك دائما فرحانة، ديما عندك واحد الغبنة في القلب والاختناق في الصدر، تيكون مستحوذ عليك القرين. القرين يستحوذ على الإنسان إذا كان عنده طاقة سلبية، دائما تفكر في القديم والجديد، دائما تفكر بأنه كاين الناس اللي تخافوا من الموت تيكون من الوسواس، الناس اللي تخافوا من بزاف الحوايج تيكون بعض الأحيان من القرين اللي تزاد معك. القرين تيعطيك طاقة سلبية، يزيدك الهلاك، يزيدك أنك ما تصليش، تكذبي، ديري الفحشة، ديري العادة السرية، ديري بزاف الحوايج لأن من القرين. إذا القرين هو اللي كيسبب بزاف المشاكل إلا ما روتيش بالقرآن والصلاة. إذا واحد الأخت خلات تعليق قالت لك أنا بغيت شي حاجة نعالج بها راسي على حسب الصلاة، ما بقيتش نصلي، الوقت اللي تزوجت ما بقيتش نصلي، كنت في البيت ديالنا تنصلي وانا دابا ما تنصليش متزوج. اذا تزوجتي ولكن حاولي تروني القرين ديالك على اساس انك دائما تكوني ايجابيه حتى بزواجك، لان القرين يقدر يوسوس لك حتى على الزوج ديالك، ويقدر يخرب لك البيت ديالك وما تقدريش انك تواصلي حتى بالزواج ديالك، تيكون غير من القرين اعراض ديالو بحال المس، ولكن هو تيكون القرين الشيطان اللي تزاد معك، لأن كل واحد عنده قرين من الشيطان. إلا روتيه بالقرآن والصلاة سبحان الله غيكون عندك طاقة إيجابية، ديما تفكري في اللي فيها الخير ليك بالقرآن الكريم، دائما تخلي التسخير مع الله، دائما تخلي تأويلات الشياطين تتمشي تروح حل سبيلها. هذا بخور لعلاج القرين، الناس اللي ما تيصليوش، الناس اللي عندهم العجز، الناس اللي عندهم خمول من القرين، الناس اللي عندهم توقيف الحال من القرين، الناس اللي عندهم توقف حتى الحال لا في الزواج ولا في العمل ولا في الصحة، كاين الناس غاديين وتيضعفوا من القرين. إذا البخور اللي عندنا اليوم هو بخور من أقوى البخورات اللي تنستعملهم أنا في البيت ديالي، وفي نفس الوقت إيجابية في علاج توقيف الحال القرين. القرين اللي تسبب بزاف المشاكل، تسبب لك طاقة سلبية، ما تصليش، تفكري غير في الأسوأ، تفكري في الموت، تفكري في الخوف، تفكري في الظلام، تفكري أنك البيبان مسدودين، تعطيك طاقة توقف على العقل ديالك، توسوس لك في العقل ديالك. اذا غادي ناخذ هذا البخور عند العطار، 5 دراهم يجمع لك هذا البخور كله. اذا صليوا عليك، صليوا على سيد الخلق وخليوها لنا في التعليقات. اذا عندنا الفجل السداب، عندنا الحرمل، الحرمل رائع للتبخير الصغير والكبير، عندنا الملحة حبيبات أو الملحة الصخرية، عندنا قليل من الشبة، الشبة غادي تاخديها أنك تاخديها كبيرة أو صغيرة، هذه الشبة رقيقة، ومع الملحة حبيبات مع الفجل مع الحرمل، هادو 4 المكونات أو 3 مكونات، عندنا الحرمل، الملحة، الشبة، السداب، السداب هو الفجل. اذا غادي ناخذ كل شيء، وقت القراءه غادي نقرا عليهم سوره القاف، سوره القاف لترويض القرين، لترويض القرين اللي مسبب لك توقف الحال لا في الزواج لا في العمل، توقف الحال في الصلاه، توقف الحال
في كل الامور، دائما بغيتي غير تنعسي، ودائما ركابك او رجلين ديالك تقال عليك، الكتاف ديالك تقال عليك، عندك اختناق في الصدر، دائما عندك اضطرابات في الجسد ديالك. هذا من القرين تيسبب لك اعراض بحال المس. هو غير القرين ديالك خاصك تروديه بالصلاة والاستغفار. الاستغفار ديالو شنو هو؟ الله أكبر. القرين الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحانك إني كنت من الظالمين، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن كبروا الله بزاف، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بعدد 100 مرة أو حتى 7 مرات مزيانة، وتحاولوا أنكم تقرأوا سورة القاف مرة واحدة. سورة القاف مرة واحدة تقرأوا وتنفتوا. سورة الجن مرة واحدة. سورة البروج مرة واحدة. سورة الطارق مرة واحدة. وغادي تقرأوا الفاتحة مرة واحدة والمعوذتين. كل سورة من المعوذتين تقرأها 3 مرات، سورة الفلق وسورة الناس وسورة الإخلاص، 3 مرات 3 مرات. أما سورة الجن مرة واحدة وسورة القاف مرة واحدة، ركزوا على سورة القاف. سورة القاف في قد ما قريتوها 3 مرات أو 4 مرات أو مرة واحدة مزيانة. سورة الجن، سورة البروج، سورة البروج وسورة الطارق. إذا تحاولوا أنكم تقرأوا في أي وقت قريتوا، ولكن البخور عنده وقت معين. البخور عندنا طاقة من الصباح حتى العصر فقط، ما بين العصر والمغرب تبقى نصف ساعة للمغرب خاصني نتبخر. الحرمل ما تيبغيش من مورا المغرب، إذا عنده طاقة لوقت الجلب أو أي حاجة تخدموا البخور من مورا العشاء. إذا حاولوا أنتم ما بغيتوا تشافوا من بزاف العوارض أو عارض القرين اللي مستحوذ عليك، ما مخليكش تصلي، ما مخليكش تزوجي، تتبركي في واحد الغرفة بوحدك، تشتكي همك لنفسك، ما تبغيش الناس، تختلي بنفسك، لأنك عندك واحد الاختناق في الصدر ديالك. داك الاختناق هو أساس القرين اللي مسبب لك الطاقة السلبية. إذا غادي ناخدو هاد البخور بعد ما قرينا عليه الصور. اللي ما يقدرش يقرا يحط البورتابل عادي، حطي البورتابل عادي وخليه يقرا، صافي خليه يقرا من هنايا، وحطي البورتابل بحال هكا وخليه يقرا الصور. الا ما كنتيش قارية او ما قادراش تقراي، او استحوذ عليك القاري وما خلاكش تقراي، تلقي صورة القاف وخليه يقرا على هذا البخور. ومرة مرة نفسي، مرة مرة نفسي بالريق ديالك، وحاولي انك تبداي تبخري 3 مرات في الأسبوع، 3 مرات حتى يكتمل البخور، حتى يكتمل هاد البخور. إذا سورة القاف مع سورة البروج مع سورة الجن، جن حتى إذا كان عندك مس مع سورة البروج، غادي ربي سبحانه وتعالى ينزل العفو وينزل عليكم السكينة والراحة، وفي نفس الوقت هزي شيء قليل معاك في الحقيبة ديالك أو في حمالة الصدر. حاولوا تاخدوا واحد منديل أبيض، تاخدوا قبسة بحال هكا، قبسة بحال هكا، وديروها في منديل أبيض، وتحاولوا أنكم بحال هكا قد هكا، وهزوه معكم في حمالة الصدر ديالكم، لأن غادي فيها قراءة. حتى إلى راودتك طاقة سلبية من الشياطين أو القرين، غادي يكون عندك قراءة حاملها معاك. وحاولي انك تحصنيها ب بابي الومنيوم، وهي الاولى عادي ديري لها منديل ابيض، لان بابي الومنيوم عنده واحد الطاقه مغناطيسيه تحمي القراءه. اذا تغلف هذيك السريره، اول حاجه ديري بابي الومنيوم، عادة حطيها في منديل ابيض. اذا تنتمنى انني نكون وصلت لكم شيء قليل على القرين، ولكن بعض الاحيان الا جينا نهضروا على القرين ما غاديش نساليو، لانه بعد المشاكل كلها من القرين. اذا غادي نحاولوا نتعالجوا بالقران والصلاه والاستغفار. اللي بغى التسبيح ديال القرين غادي ياخد دائما في السبحه 100 مره، يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار، اسم القهار، يا الله اقهر قريني، او الجمه عني، يا قهار يا قهار، اسم القهار يقهر القرين. إذا التسبيح باسم القهار
يقهر جميع العوارض اللي عندك، وربي هو المعين في كل الأمور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.